السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهند. رجعنا لكم يا شباب مقطع جديد. اليوم يا شباب مقطعنا فريد. الكل بيعرف انه 17 راح ينتهي الموسم الرابع، 18-19 راح ينزل السيزن الخامس. السيزن الخامس يا شباب وصلنا التسريبات له، فهلا راح نشوف الرقصات اللي ضافوها والشغلات اللي ضافوها، ولسه راح يضيفوا شغلات ثانية ولكن هاي شغلات بدائية. فيا شباب اللي منتظر يشوف باقي التحديث ما ينسى يدعمنا بلايك واشترك بالقناة، وهم شيء تفعل جرس التنبيهات وبس. ويلا بينا خلينا نروح نشوف الأشياء اللي ضافوها جديدة. بالبداية شباب ضافوا هاي الحركة، حركة عادية. خلينا نشوف، ضافوا لون الSKS البرتغالي. طبعا انا بدي الاسلحة القديمة اللي كانت موجودة برتغالي، هاي الوان انا احبها، ما اعرف اذا اشخاص ثانية بتعرفها او لا او تحبها. هاي الرقصة يا شباب مثل شايفين، هاي الرقصة كمان اضافوها بالسيزن الخامس. رقصة حلوة، بس كلها رقصات بناتية. المهم في واحدة حلوة، المهم اضافوا هذا البوت، اضافوا هاي احلى شيء، هاي بتعمل حالك مغلب اصحابك انه انت وقاعد داون. شوف كان واقف داون، يعني حلوة هاي الحركة، حلوة صراحة. في اشياء جديدة يا شباب ضافوها غير هاي الحركة. هلا راح اشوف تعديل على السكوبات، يعني شيء رهيب. المهم ضافوا عملات وما عملات. هنا يا شباب راح نشوف وين تعديل على السكوبات. هون يا شباب السكوبة بنقطة فيك تغير الالوان، هلا بس تحطه اخضر في الوان كثير. في كمان بتغير النقطة، بتخليه مثلا مثلث او مثل ما انتم شايفين هاي الاشكال الموجودة. يعني فيك تغير السكوب ابو نقطة او سكوبات كلها يمكن تقريبا، لكن مثل ما انتم شايفين يعني ما بيصير ابو نقطة او شيء، يعني خاص. شوف هاي السكوب لونين كمان، السكوب ثلاثة لونين. عن جد يعني اضافات حلوة. يعني مثل ما تشايف هون يا شباب، هون بدون ايم في كذا لون، يعني فيك تغيرون. وطبعا يا شباب في اضافات كمان، لما انت كل ما بترتفع بتقييمك بيعطوك بدلة. بدلة هون بالسيزن الرابع يعطوك بدلة، هاي الزرقة طقم كامل، هاي اللي مثل اللابس انا واللي نازل فيها. بالسيزن الخامس راح يعطوك بدلة حمراء مع باراشوت احمر، يعني كمان اضافة للسيزن الخامس، صناديق وبدلات خاصة فيها. وكمان ضافوا في شغلات اضافوها لكن انا ما نزلتها كامل عشان كان في على الفيديو حقوق ما نزلت كامل. في شخص نزلوا عن البدلات هاي فتقدروا تشوفونهم. وشو كمان اتوقع هون انتهينا نهاية الشرح وبس. مثل ما حكينا ما تنسوا تحط لايك، وراح اترككم مع جيم بلاي نار 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 يا حبيبي نار. المهم هذا مود القناصات داخلينه، وان شاء الله تستمتعوا وبس. يلا.